الأهلي يقصو على القطن الكاميروني ويهزمه برباعية نظيفة ويحتفظ بآماله في التأهل لدور الثمانية إن شاء الله، ولكن زي ما قلنا ننتظر غدا هدية من السماء ومن لاعبي صن داونز، ويكفيك إن شاء الله بعد النتيجة ما تبقى في صالحك بكرة، يكفيك الفوز بأي نتيجة 1-0 يدخلك إن شاء الله لدور الثمانية. كابتن أسامة ألف مبروك، فوز مقنع للنادي الأهلي ومستحق. مبروك طبعا لجماهيرنا اولا، لانه كانوا طبعا زعلانين جدا بعد مباراه سان داونز، فالحمد لله اللعيبه يعني كانت على قد المسؤوليه والجهاز وكده، وكسبوا بكل اريحيه، كسبوا 4-0. بغض النظر عن سهوله او مستوى اداء فرقه القطن الكاميروني، ولكن برضو بعد الضغط العصبي اللي انت اتحطيت فيه بعد المباراة اللي فاتت، كان مهم جدا اللعيبة يعني تكسب وتفرح الجماهير تاني، ونديهم شيء من الأمل زي ما انت قلت، انك انت يعني بتعمل اللي عليك لغاية آخر يعني خطوة، اللي بتعمل لآخر أمل ليك. صحيح. بعد كده ننتظر التوفيق وتحصل نتيجة يعني موفقة بالنسبة لنا، سواء تعادل أو هزيمة لفرقة الهلال، صن داونز يتعادل يعني، وانت بقى يبقى بينك وبين الهلال هنا في القاهرة. ففوز مستحق، 4 أهداف هايلين، واحنا قلنا يمكن الشوط الأولاني كان مهم قوي انك ما يجيش فيه جون، وقدرت تجيب جون بسهولة. ايضا الشوط الثاني قلنا نفس الكلام، عشان ما تديش الامل لفرقه القطن ان ممكن تدخل في المباراه، يعني حتى لو امل ضعيف، لكن ما كنتش تديهم الفرصه دي. فكهربا قدر يجيب جون جميل بعد تمرير بيرسي تاو الهدف الثالث، ثم بيرسي تاو في الدقيقه 7 و10 المباراه انتهت تماما بعد الهدف الثالث تحديدا. يعني لعيبه الاهلي بقيت المباراه بتلعب ببساطه واريحيه، ودت كمان فرصه لمستر كولر زي ما قلنا في التغييرات، يعني عمل ال4 تغييرات المتبقيه بعد تغييره علي لطفي مع الشناوي في الشوط الاولاني، في نهايه الشوط الاولاني، فادته ثقه انه يريح بعض اللاعبين زي علي معلول قلنا، زي كهربا، زي السوليه. ففوز سهل ومستحق، والحمد لله انه يعني هنقول ايه، ممكن ما تكونش رضا كامل لجماهير النادي الاهلي، لسه هتبقى عندها شيء من الزعل، ولكن على الاقل اللعيبه يعني عملت اللي عليها عشان ما يبقاش قدام الجماهير ان كان في تقصير يعني النهارده. فالحمد لله على المكسب، الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله نتمنى تحصل المفاجاه بكره ان شاء الله باذن الله.